وردة سرها المحبة. مع سمحت شيف، مسهل هالبنة. سفير لامباسادور دو غو ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما، وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. بونجور، مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال. بداية أسبوع موافقة للناس الكل. اليوم تونس تحتفل بعيد الجلاء. ربي يرحم شهداء تونس الكل، ويا ربي تقع تونس حرة أبية. بيان سور تقعد بينا احنا كمواطنين، نحافظوا على استقرار بلادنا وازدهارها. اليوم في الماتينال باش نحكيو على اللازم عند الصغيرات، باش نحكيو نحتفلوا مع البريد التونسي على الجائزة اللي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي. نشوفوا شنو الجائزة هذه، باش نحكيوا على الباك فاميلي اللي عملتها جديدة، هذه معناتها البريد التونسي خدمة جديدة. كيف كيف باش نحكيوا مع مدام منى السعيدي اللي اليوم معناتها الأسبوع الثالث، باش نشوفوا ونوصلوا جماعة الريجيم، سورتو احنا معنا واحدة فيهم دخلت لا نوفيام. هكا ولا يا حبيبة؟ صباح الخير. صباح الخير الناس الكل يتفرجوا فينا. إن شاء الله أسبوع موفق، إن شاء الله أسبوع مبارك، إن شاء الله جمعة سعيدة، إن شاء الله بلادنا ديما متحرة يا ربي، وديما ديما بخير، إن شاء الله تكون بخير. اي انا لا 9ييم كانديدات نتاع الريجيم، وبتاو بعديك قالت مدام منى اليوم باش نقولوا على لي ريزولتا قداش ضعفنا قداش نقصنا. باش تجني زين ان شاء الله. خايفه منها خاطرها صعيبه شويه مدام منى. لغا صباح الخير، نهاركم زين، كل عام وانتم حيين بخير، ربي يرحم شهدائنا، ان شاء الله تعديوا معنا سويعتين مزيانين في الماتينال، وقعدوا معنا برشا وفاجئت السنه فيكم. بيان سور زدنا نقولوا بونجور لي شيف. صباح النور فاطمه، صباح النور البنات. صحي. مرحبا بكم ساده مشاهدين، انتم زاد تتبعوا في برنامج الماتينال وين ما كنتم. كالعاده كوجينا حافله، برشا جو، برشا مشخشخ ومطقطق في كوجينتنا اليوم. دونك باش نحضر لكم ثلاثه وصفات، لكن قبل باش نخلي العربيه تصبح عليكم وتحكي لكم على حلو في برنامج الماتينال. صباح الخير فاطمة، صباح الخير درة، صباح الخير البنات الكل، صباح الخير حبيبة. أنا ريت حبيبة، أنا البنات الكل، أنا نسمع عليا مسالش حتى نضعف راهو معناتها الحمد لله يا ربي. يا أيوب بعد ما تضعف تولي حبيبة، ما هي تو البنات الكل. اليوم معنا دو غوسيت ان شاء الله نشوفوها مع بعضنا. الغوسيت الأولى باش تكون باش نعملوا غريبة حمص، غريبة حمص نعملوها ملفوفة في الملصوقة، وباش نعملوا شكل آخر هو شكل وردة بالقالب هذايا، نلقاوه موجود في الأسواق الكل. عندي الغريبة الحمص نتاعي فيها كيلو فارينة، عليه رطل فارين كيلو حمص، يا ربي سامحوني، كيلو حمص عليه رطل فارينة وردة، وعليه رطية سكر غلاس، وعليه بيرطل ما بين الزبدة والزيت سفير. نص سيترا معناها. نص سيترا. يعطيك الصحة. الزبدة بنحب نقول حاجة جست على الزبدة، الزبدة وقت نذوبوها ماذا بينا نخليوها في كاس كيما أنا عملت هكايا، باش الحليب نتاعها يهبط اللوطة وتنجح لنا الغوسيت نتاعنا، وما يبداش خاطر الغريبة ما تحبش الماء فيها، ومن بعديك إن شاء الله تنشوفوا كيفاش نلفوها في الملصوقة. دونك يعطيك الصحة عربية، كما قالت نفصلوا الزبدة، المادة الدهنية في الزبدة فيها زوز حاجات لا اكثر، فيها ماده دهنيه وفيها الماء اللي هو البتيلي هذاك الحليب نتاعنا. دونك نحيوه وناخذوا كل شيء الماده الدهنيه بنعجنوا بها الغريبه نتاعنا. انا ساده مشاهدين، الوصفه الاولى وصفه سهله برشا من قاع الخابيه اليوم، باش نعملوا مع بعضنا الكل، حضروا رواحكم. دونك باش نعملوا مع بعضنا طاجين الغنجه. طاجين الغنجه اللي هو اساسا يتعمل بالدجاج، انا خذيت الدجاج وقال اللحم مفروم، خذيت الدجاج من عند مليحه باش نقصوا جيد الصدر نتاع الدجاج، والا تنجموا تاخذوا اسكالوب دو دانت كيف ما انتم تحبوا. دونك هذايا فيما يخص المكون البروتين نتاع البروتينات في الطاجين نتاعنا، معاها عظم مليحه كيف كيف، وباش نزيد معاهم الباذنجان. الباذنجان هو زاد مكون اساسي في طاجين الغنجه، يتعمل طبقه بطبقه، يشبه شويه
للجراتان تاع الباذنجان، لكن بطريقه تونسيه وبالفحات التونسيه. هذا الطبق الاول. من بعد مع بعضنا ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش نعملوا مقرونه بالبيستو. اخترت مقرونه من عند ورده، تنجموا تختاروا اي نوع تحبوا عليه، بيني ولا سباجيتي ولا اي حاجه تحبوا عليها، ورده توفر لكم برشا انواع في المعجنات هذه. مع المقرونه بالبيستو باش نعملوا سلطه. سلطه اليوم باش تخلط فيها الحلو مع المالح. اخترت الاناناس والرمان، الرومان تو موجود بكثرة، باش نعمل معاه البسباس، باش نعمل معاه الطماطم. نشوفوا كيفاش تكون السلطة هذه اللي مخلطة ما بين الخضرة والغلال. هذه الكل بعد شوية مع بعضنا في الماتينال. ما تفلتوا حتى شيء، ماذا بيكم قيدوا الوصفة الكل. سامحني، مش بابا غنوش متاع لا الفيلم. البابا غنوش هو وصفة شرقية من الشرق الأوسط، ويعملوا حتى الأتراك. الوصفة هذه متاع البابا غنوش، جيت شوية البتنجال ويزيدوه معدنوس، ويزيدوه قارص، ويزيدوه طحينة، وثم اللي يزيدوا طماطم جيدة، وكل واحد كيفاش. أما البابا غنوج كيما السلطة مشوية عندنا احنا. ميرسي بوكو لي شيف. نرجو بيان سور اوكي بداية كل ميسيون ماتينال عن سبور، وباش نحكيو على الوينغ تونغ. سنستو بها سنستو بسي طاهر لونيسي. صباح الخير سيدي. صباح الخير. ومعنا اليوم هير مانيس توماس. توماس مانيس يا غوتن تاغ. دانك شين غوتن تاغ. قلت له نحكي المون. اي مره انجلي مره المون. ديفلوبي. اي ديفلوبي. من بعد ليله ما نحبش. غوتن مورغن. غوتن مورغن. صباح الخير. صباح الخير. فد الراجل. دونك سي تاهلونيسي معنا سي مانيس توماس اللي هو من معناتها من الناس اللي بدات في الوينغ تسونغ في الاتحاد الاوروبي هكا ولا؟ تعطينا عليه فكره سيد. جيس حبيت نحييكم انتم. مرحبا. وكل الله يرحم شهدائنا الكل. عايشك. كيف نقدم الماتر نتاعي جرون سيفو اللي هو الاب الروحي نتاعي اللي هو فاطه فمش هو اللي علمني الوينتون. هو بالنسبه لاوروبا، بالنسبه لاوروبا هو عمل الاورجانيزاسيون نتاعه انترناسيونال. سي بيان. وينتون توماس مانيس اسوسيشن. هذه الاسم الواحد عنده فوق ال 40 سنه يعمل الحاجه دي. بيان سور هو بيلوت خدمته وزيد هذه معناتها اماتور وكذا. بون بتيت انا نخليه هو يحكي شويه ونترجم. سي ميو نسالوه احنا معناها شنو هو الحاجه اللي اضافت له الوينغ تسونغ، وعلاش اختار الوينغ تسونغ باش يختص فيه؟ زيزاكت فاس هات وينغ تسونغ في الديش اكسترا اوف جيمينغ. Und warum hast du ausgesucht Winchung BT? Ja, das ist eine Frage. Das ist eigentlich ganz einfach. Als in den 70er Jahren, letztes Jahrhundert, die Kung-Fu-Filme nach Europa kamen, ja, wollte jeder sein wie Bruce Lee. Und Bruce Lee hatte einen Lehrer, Yip Man, und der hat Wing Chun unterrichtet. Und deswegen wollte jeder natürlich auch Wing Chun lernen, weil Bruce Lee Wing Chun gemacht hat, auch ich. Okay. قال في الزاني 70 انا كنت جون وكل شيء وجا فيلم بروسلي والرجال الكل يتفرجوا في الكونغ فو وبروسلي راناه ييب مان وكذا، الناس الكل تحب تولي بروسلي في الوقت هذاك، وهذاك اللي خلاه يعمل الوينغ تسونغ. انا نتصور زاد عمل حاجات اخرى باش كلاوما هاسو فاساندس او كيما قلنا. Ja, ich habe zuerst mit Karate angefangen. Ein bisschen. Karate, selber. Ja, dann später so verschiedene Kung-Fu-Stile, weil man hat diese Kung-Fu-Filme gesehen und man versuchte das ein bisschen nachzumachen. Und dann, wir haben gehört, in Deutschland, es gibt dann Wing Chun. Ja. Und ich habe dann sofort auch dann okay. mit Wing Chun angefangen. Ich Karate, بعد جربت برشا ستيلات نتاع كونغ فو نشوف فيهم يقربوش البروسلي قال لي لقيتهم حتى شيء. من بعد في الاخر بكل سمعنا اللي وينغ تسونغ جانا لالمانيا فهم دخل في الوينغ تسونغ وبدا يتعلم في الوينغ تسونغ من اول ناس. انا حبيت نسال مسيو كيفاش جاي غرامو بتونس، علاش جاي لتونس معناتها انت معناتها كيفاش جاي لتونس باش يعمل كيف باش يعلم الوينغ تسون للتوانسه وكيف كيف الى كيل سانتور في الوينغ تسون. زيد تفسن بي في غراف هاستو اس مومنت اون دان هكاك حبيبه عندها اسئله طويله اون دان فاهم هاستو زي مال تونسيا ausgesucht was findest du schön drin ja und ja und wie machst du das weiter was denkst du dann ja
Gut, mit dem Grad, das ist jetzt schwer zu vergleichen. Also man, wenn man sagt, im Judo-Karate gibt es ja auch Graduierung, dann habe ich sowas wie einen achten Dan. Also das ist schon sehr, sehr hoch. Ich mache ja auch schon 42 Jahre Wing Chun. Ja. Und ja, also wie gesagt, wir haben damals angefangen, weil diese ganze Geschichte mit Bruce Lee und so weiter war und sind dabei geblieben. Und mit den Jahren ist das Wing Chun so zum Leben geworden. Also man lebt mit Wing Chun und um das Wing Chun herum, ja, alles. Ja. Ich konnte zum Beispiel durch Wing Chun auch mir meine Flugausbildung bezahlen. Ja. هو بالنسبة للجراد نتاعو، الجراد نتاعو كيما نقولوا كاراتيه ولا جيدو باش تفهموه، سي كيما نقولوا ويتيام دام. سي بو سا. بالنسبة للوين تشون علاش حب الوين تشون؟ قال لك بون حكيت لكم على حكاية بروس لي واحد وكل شيء، نعمل في الوين تشون أكثر من 42 سنة. نخدم فيه كذا، قال لي ملي أنا صغير الفواياج نتاعي ودنيتي الكل نخلصهم منه. معناتها سي سا ماخش وفما غرام بيه واحد وكل شيء. دنيت بلاش دي فخاقه بيجن فاغوم تونيزيا وانت يا. يا داس از ايجنتلي غانز انفخ. دا تاها هات اونس اوف ام سيمينار ان دويتشلاند بيزوخت. داس وار 1996. ون دان وار ار مانشمال ان دويتشلاند. ايش كام دان ناتورليش ناخ Tunesien, damals nach Djerba. Ja, ja. Und dann, jetzt er ist hier in Tunis, dann komme ich natürlich auch nach Tunis, ist ganz klar. كنت قبل عملت عند انسان اخر خلفه هو نفس السيستم ومن بعد تعرفت عليه في سيمينار الور فما اونتونت ما بيناتنا صارت واحد وكل شيء الور من عام 96 من عام 96 واحنا نترناو يجيب الخمسه بسته مرات لتونسي تبعني انا نمشي لالمانيا وهو يجي زاد لتونس وزاد مش انا برك الاولاد اللي معانا واحد وكل شيء اون ديفلوب سا معناتها صدقني خاطر تتر نجمش انا نقول حاجه الوين تشون في المانيا غالي برشا في المانيا يبدا من 150 ما ترجموهوش ما تخافش لا نجم نقول لا 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 مش هكا خاطر هو يعرف الوين تشون في المانيا ما بين 150 اورو حتى 200 اورو فهمتني هنا نعملوا فيه بريسك نيجي خاطر يعرف لو جون ويعرف كل شيء وقال لكم في كومان كلك شوز اوسي بور لو كور في با كو بور لارجون هكا عشنا بالبدا واحد كل شيء فاز مستقبل الرياضة دي في تونس والبر يا ربي يعلم حسب رأيه معنا زي ساكت فاسيس تسوكمفت في ديزا كونست يا هي انتونيزيا يعني دي تسوكمفت سيت eigentlich ganz gut aus weil erstens mal ist das ja noch ein bisschen neu ja weil es gibt ja zuerst mal nur sag mal die etablierten Kampfsportarten wie Judo, Karate, Aikido oder Boxen und auch Krav Maga und all diese Dinge und wir sind eigentlich jetzt ziemlich neu und deswegen also das kann nur noch wachsen ja لا فما جملة نسيتها ما ترجمتهاش نقولها خاطر هو زاد قال وقت زاد جا لتونس تبعته وتعرفت على ناس جدد وسافي بليزير واش قال اخر؟ قال انا را مستقبل وين تشونغ مع التوانسه سي فانتاستيك خاطر سون جينيرو سون باهين يعجبهم سيرتو ماك تعرف تونسي افيك ان اترونجي اللي ادور وقال لك حاجه اخرى احنا جدد نتسماو في تونس معناتها لافونتاج نتاعنا اللي احنا الاولانيين ولا كونفينيون نتاعنا اللي احنا الاولانيين الناس ما تعرفناش يعرفوا كراف ماغا يعرفوا جيدو يعرفوا كاراتيه يعرفوا كذا الور تو اللي عندنا يتسمى نجاح نجاح سيرتو قبلناكم انتم يا ربي سي تاهر اخر سؤال قبل ما تورينا ديمونستراسيون صغيره مش انا هو اليوم نحب نعرف معناتها كل واحد يعمل كاراتيه ولا يعمل اي سبور ديما يزيد حاجه من عنده معناها سورتو بعد 42 سنة معناها يعمل في الوينغ تسونغ اسكو عملش حاجة سبيسيالي هو سامحني أنت مسيت أول أنا ديما نمس الجرح راني من العبش ماهو الجرح بالعكس سي لو بوان ديكسبلوزيون معناتها سي بيان زي هاتك إكزاكت نخ 42 يارا Was hast du Neues gemacht? Weil jeder im Karate und so, nach ein paar Jahren, viel Jahren und so, dann ein großer Meister, hat seine Art irgendwie. Dann was hast du für uns? Ja, man, also
in Martial Arts, ja, du, yeah. da lernt man nie aus. Man kann also, nach oben sind keine Grenzen. Man kann immer wieder einen neuen Trick, eine neue Idee, ein besseres Trainingsprogramm und so weiter entwickeln. Also das geht immer weiter. Nach oben gibt es keine Grenzen. Deswegen, und das versuche ich natürlich auch für mich persönlich durchzusetzen, jeder entwickelt sich ja und man kann sich also immer weiterentwickeln, natürlich positiv. Ne? Ja, قال لك بالنسبه للوينسونغ معناتها ديما في خدمه وستانغرا معناتها باللي تخدم شويه فهمتني وديما فما جديد سي نورمال من اي جمله تعملها في الوينسونغ باش تلقى حاجه جديده واش تقدمها بالانتربريتاسيون بتاعك سي نورمال فهمتني سي سا واحنا علاش خيرناه هو خاطر انا خدمت مع برشا اللي نزيدها انا خدمت مع برشا وما هو سي يا كلكو شوز دو ماجيك في خدمته صدقني ما يركزش كان على فريمون سي دي شوز تري سي دو لاغ سي لا فيكتوار اون سوبليس ميرسي بوكو سي جو زون بخي يعيشك نشوفوا توا ديمونستراسيون مع مسيو توماس مانيس اوكي بيتشي بالما مي بالما مي منبع طبيعي ريش ان مغنيسيوم اي ان كالسيوم بالما اون او دون اكسيلونت كاليتي انا جربت بالما وانت وقتاش بالما سورس دو ناتور او كوتيديان اوكي الوغ توا نقدم لكم توماس مانيس 0 متر و 8 دوغري و 8 دان توا هو اللي الشيخ الكوموند هو اللي يحكي هو اللي يوري اوكي دان بيتا شان اوكي dann wollen wir ein bisschen mal das Wing Chun erklären oder den Kampf an sich, ja, was es ausmacht. Dann just habe ich verhamkum معناتها الكومبات كيفاش تصير psychologiquement وكيفاش يتحركوا معها واحد وكل شيء. Okay. Kampf ist eine Information, die man vom Gegner kriegt. Muss man umsetzen klugerweise in eine Bewegung. معناتها الكومبات هي يلزمك تاخذ لي زانفورماسيون سواء بال ببعينيك سواء بيديك وكيفاش تخدم معها. Ja, es gibt zwei Informationsquellen. Das eine ist, dass man visuell kämpft. فما زوز انواع تاع انفورماسيون اللي هي سواء فيزويل اللي بنظر بالعينين وفما. Das ist, wenn man keinen Kontakt mit dem Gegner hat. معناتها بالعينين ما فماش كونتاكت مع البارت الواحد اللي كيفاف معناتها اللي الخصم بتاعك. Man kann aber auf eine irgendeine Art und Weise Kontakt mit dem Gegner herstellen und dann kann man taktil kämpfen. Aber wir können auch mit dem Kontakt mit dem Gegner herstellen und dann können wir den Kampf machen. Visuell wäre vielleicht so, wenn ich ein bisschen weiter weg bin und er gibt mir einen Fauststoß. Das ist wie bei den Augen, wie ich ein bisschen weit weg bin. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich den fange und dann auch ein bisschen was mache. Ja, gib mir nochmal so ein bisschen. Ja. Okay. Hoch, oben. Ja. Das ist, wenn man visuell kämpft. Visuell, ja. Okay. Wenn man aber jetzt die Möglichkeit hat, wenn der Gegner die Arme hochnimmt, nicht zurückzugehen, sondern wenn er die Arme hochnimmt, dran zu gehen, dann kann man natürlich taktil arbeiten. Ja. Okay, mach nochmal eine Position. Okay. Nochmal Arme hoch. Ja. Wenn ich hier dran bin, dann kann ich fühlen, was ich passiert. Ja. Wenn er mir einen Faustschuss gibt, ich kann hier ausweichen. Ich kann dann was tun. Ja? Oder vielleicht von der anderen Seite. Wap, 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 wap. Okay. Ja? Gut. Und für solche, um taktil kämpfen taktil. Zu lernen, gibt es jetzt Übungen. Ja, man muss erstmal den Tasten, man muss erstmal dranbleiben, man muss kleben bleiben. Leben ist Leben. Zuerst sind die Bewegungen sehr groß. Okay, dann wir beginnen mit den Bewegungen sehr groß. Und später sie werden dann ein bisschen kleiner. Und auch vielleicht sogar dann entsprechend schneller. Ja? Was ist das? Okay, machen wir nochmal. Dann muss ich ein bisschen wie ein Kämpfer auf der Straße dich erstmal anstellen. Ja? Dass wir hier mit dem Tastsinn arbeitet. Ja, später geht dann, wenn er
Arme hoch. Geht dann ganz schnell. Das heißt, ich mache ganz kleine Bewegungen nur noch. Ich bin hier dran und löse das Problem dann direkt. Und ich habe gesagt, was ich habe. تتخدم بشوي بشوي من بعد كيفاش الريزلتات تعطي تولي كريرة حتى اللي فاهمة تولي وهيك اوكي عايش Mit Waffen ist natürlich so, musst du sagen, dass das rein visuell ist. Das heißt also, man kann ja auch... نحكيو على سي هذوما ونخدموا في العينين فماش احساس اوكي Und dass wir auch also mit Waffen arbeiten, dass das bei uns im Programm ist. لا سي سكينه ستكن ميسان لانج ستكن كورسن ستكن alles برشا حاجات معناتها برشا الاكسسوار نخدموا بهم اوكي außer Schusswaffen das ist unser كان الفرد لا gut das heißt auch hier muss ich jetzt wirklich voll fokussiert sein und aufpassen ينظر مليح ja ينظر مليح richtig aufmerksam ولا يجب يكون منتبه كومي فو ja okay wenn mich angreift Ja, mach mal Nummer 2 Schlag. Ja, volle. Mach mal Nummer 1, bitte, wenn du willst. Ja. Okay, ich bin so frei. Heißkorn, heißkorn, heißkorn. Schifu. Dankeschön. Thank you. ميرسي بوكو جماعه نخرجوا احنا تو نشوفوا ريبورتاج الخاص بصار كيما اليوم ونرجعوا عسلامة ومرحبا بكم في صار كيما اليوم 15 اكتوبر في نهار 15 اكتوبر من عام 1529 انتهى الحصار على فيينا اللي كان مفروض عليها من الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان وفي نفس النهار من عام 1955 تم تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية وعام 1963 العام هذا هو عام جلاء القوات الفرنسية عن تونس وفي نفس النهار من عام 1964 تم تفجير أول قنبلة ذرية صينية وفي عام 2015 علماء آثار أمريكيين يعنوا اكتشافهم أطلال مدينة قوم لوط المذكورة في القرآن الكريم والكتاب المقدس بعد 10 سنين من التنقيب كانت هذه صار كيما اليوم لليوم نتلقاو المرة الجاية كما كل نهار اثنين جيب حذانا الدكتورة وفاء زيدي السديري أخصائية في طب الأطفال صباح الخير مدام صباح الخير مرحبا ويلك الحمد لله الحمد لله اليوم مدام باش نحكيو على اللازم اللي وعدنا به العباد الكل معناتها الجمعة العامية والقلتة الجمعة اللي فاتت دونك باش نحكيو على اللازم عند الرضع ولا عند الأطفال عموما عند الرضع والأطفال والأطفال حتى احنا سبقنا مرة أخرى قلنا 3 برونكيوليت سيفلونت معناها يمرض صغير 3 مرات بصدره ويزفر نوليو بلوتو نقولوا هذايا بداية معناها نجمو نسميوه الربو عند الرضع والربو عند الاطفال هو كيف معناها سي لا ميم سيمتوتولوجي معناها نفس لي سيمتوم هي الكحه ولي سوفلومون معناها والسيفلومون يقوم في الليل ما يجمش يتنفس ويزفر فهمتك باهي اما قبل وهذاك لو نوريسون علاش احنا عطينا اون ديفينيسيون هكايا معناها سي با دي بيلان سي با اون اناليز خاطر لما ماما تقول لك ماما مدام كي دكتور كيفاش انت عرفت اللي ولدي عنده الربو من غير ما تعمل حتى اناليز وفيت لا ديفينيسيون سي سا معناها انه يمرض 3 مرات في جرة بعضهم يكح ويزفر به العلامات هذه كنا نحكيو فيها احنا توا اسكو هي الكل عند صغار الكل والا راهو فوالا والا مثلا ينجم يكون عنده 3 مرات بالبرونشيت من بعد براق عاد 6 اشهر من بعد عاود جاه البرونشيت هذاك ما جاش تنفس فيه واسكو كلهم يمشوا للربو والا لا به هو معناها مش الكل هم يمشوا للرب واحنا علاش قلنا سي اون ديفينيسيون معناها لا ديفينيسيون تاعها انهم يمرضوا 3 مرات في جرة بعضهم اقل من عامين تجرب تجيك المشكله هذه تصير لنا تقول لي دكتوره مازال بكري باش نحطوا انا سورتو لو بروبليم وقتاش نلقاه وقت اللي باش تحط الصغير سو تريتمون دو فون معناها تقول لها مدام ولدك مرض 3 مرات هو تو عمره عام وشهرين ولا عام وثلاثة شهور ما نحبش يزيد يمرض لي مرة أخرى ويقعد يكحلي راهو يلزمنا نبداو التريتمون تقول لك دكتورة راهو الفشفشات أنا راهو مانيش مقتنعة وراجلي ماهوش باش يقبل ولا يبداو زوز بحذاك يقول لك لا يا دكتورة أنا ولدي ما عندوش الفدة هكا تكستو معناها انا ما نحبش نستعمل فشفشات عندي شي نجمش نزيد نستنى نوعدك كان يمرض مره جايه نحطو
بون احنا اون فا با اتر اوسي ستريكت معناها اذا كان باش يعاود يمرض جو بريفير انا يكونوا لي بارون كومبليان معناها الوالدين مقتنعين وموافقين كو انا نكتب لوردونونس ريان كو باش نراضي ضميري هاكا انا عملت واجبي عملت خدمتي وهم ياخذوا ولا ما ياخذوش سي با تري امبورتون نقولها باهي توعدني اذا كان مره جايه مرض وزفر وتقلق وماكش باش تخليه يتعذب اونكور اون فوا ونحطوه سو تريتمون يظهر لي يفو تروفي اون اونتونت ما بين لي بارون والبيدياتر والميدسان اللي باش يحط سو تريتمون على خاطر اذا كان الوالدين مش مقتنعين ماهيش باش تستعمل لك الدواء. توا احنا نحكيو في سوجي معناتها الطريقه اللي حكيت بها مدام اون ديغي معناها الفشفاشه هي ورا سايي معناها فوالا اللي هي حكايه خطيره واللي هو سايي عنده الفده احنا هذاك علاش انا وياك باش نحكيو فيه الموضوع هذايا راهو ما تخافوش من الفشفاشات راهو يقول لك يتعود بهم لا يا اخي هو ماهوش معناها سي ان تريتمون هو علاج يقول لك لا ولدي ما عندوش الفده سي فغي احنا من قبل ما كناش نحكيو عند مرض الربو عند الاطفال كان نحكيو الكبار عندهم الفده الصغار علاش ولينا نحكيو اكثر خاطر اولا ولينا نعيشوا في انفيرونمون معناها تلوث كبير صاير عن التباجيزم ولا منتشر بكثره الامهات لي بارون فوالا يتكيفوا ولينا زيدا نفيقوا بهم قبل كانوا يقول لك يعمل دي برونشيت ا ريبيتيسيون معناها يعمل عدوى فيروسيه ولا بكتيريا اللي يمرض ديما اون تريت بونكتويلمون معناها وقت اللي يمرض انتيبيوتيك فوالا دو بلوز اون بلوس معناها ولينا نصنفوهم لي برونشيت هذوما توا مع مرض الربو مع لازم دو نوريسون اي دو لونفون اون بارل دو برونشيت ازماتيفورم علاش نسميوهم برونشيت ازماتيفورم على خاطر هما عدوى فيروسيه جينيرالمون وبعدها يولي صغير يزفر معناها انا حبيت نوصل اللي الربو عند الاطفال مربوط بالتصفير معناها يلزمو يكح ويزفر بيان سور يفو بيان اليميني خاطر مش كل كحه هي برونشيت خاطر يلزم كح صغير الوغ كو سي با اون برونشيت لا يقدر تنجم تكون ان كور اترونجي دخلت له حاجه في القصبه الهوائيه ينجم تكون حتى قليبات معناها هذيك الفواكه الجافه القلوب الصغيره الفواكه الجافه فما صغيرات عمرها عام ونص وعامين يعطيوهم يشرق بها تقعد غاديكا تنجم تكون فما صغار يمرضوا هما صغار برشا معناها عمره شهرين وثلاثة شهور وستة شهور تقول لك دكتورة أنا ما عندي حتى حد مريض وأنا في الدار وما نخرجش علاش زعما ولدي مرض تنجم تكون اون مال فورماسيون معناها عندنا لي مال فورماسيون دي زارك اورتيك معناها لاورت هي العرق الكبير يخرج من القلب يتكى على بارتي متخشي معناها يعمل كومبريسيون القصبة الهوائية يخليه يكح معناها توس كي توس سي با ان ازم معناها مش الكحه الكل معناتها ربو لكن التصفير الكل ومش تصفير الكل كيف كيف معناتها حساسيه ومش كل تريتمون نتاع فشفاشه راهو ولدك باش يولي عنده ربو ولا ديجا عنده فوالا هو راهو التسميه احنا نخافوا منها معناها سي بون كيستيون خاطر برشا يقول لك فده دكتوره قل لي مش فده انت باش ما هي فده معناها هو رب وعند الرضيع والطفل لكن يلزمهم يفهموا انه هذايا علاج منه واقي ومنهم يتعالجوا خاطر جينيرالمون اكثر من 50% 60% من الاطفال اللي هما صغار ياخذوا فشفاشات يبرا ما يستحقوش من بعد صحيح عندنا 10% احتمال كبير انها تقعد معاهم علاش هذوكم يكونوا عندهم حساسيه عند الوالدين معناها كسوا خشمه يجري يعطس غينيت اليرجيك هذايا اسمها والا حساسيه في العينين اي سورتو الحساسيه عند البيبي نفسه معناها اكل البيبيات اللي تولدوا عندهم حساسيه في الجلده ليكزيما اتوبيك احتمال انه يقعد لهم هذايا من بعد البيبي تولدوا قبل وقتهم وتقلقوا في النفس وخذوا الريسبيراسيون هذيك ارتيفيسيال الخدج هذوما احتمال زاده مش اكيد في الخلاصه نحب نقول اللي اي عوارض يلزمها تتعالج باش ما تتطورش ونعملوا اللي علينا معناها هذايا دوانا هذايا اللي خطوه دكتور ما فماش معناها ما يسالوش لي بارون يقول لك ما فماش دواء اخر غير الفشفاشه وي فما عندنا برشا صغار برشا والدين كما كنا نحكيو انهم ما يقبلوش الفشفاشه جينيرالمون اذا كان تحاول تقنعهم يقتلهم فا
فما دوتر تريتمون ا ليسي سا سي فري و معناتها ما يلزمنيش نمشيو طول ان الفشفشات من غير ما نقنعوا الوالدين سي تري امبورطون. شنو الدوايات الاخرين مثلا حرام سيرو؟ شنو لا مش حرام سيرو، فما دي تريتمون ا ليسي بديناهم نستعملوهم احنا للرضع، معناها للرضع والاطفال اللي ما يتحسنوش بالفشفشات. هو اقل دواء عنده عوارض جانبيه هما الفشفشات هذوما. فهمت. مدام موفير لازم نحكيو على الكبار كونت اون بارل داس، نحكيو على لي كريز داس. اسكو الصغير عنده لي كريز؟ سي فري. بي دونك احنا بور لازم دو لونفون اي دو نوريسون عطينا ديفينيسيون. باهي وقلنا اللي جينيرالمون على سويت دون انفيكسيون، معناها وقت اللي فما عدوى صغير يتحير له الحساسيه هذيا نتاعو ولا الالرجي. بون ما نحبش نحكي حساسيه، علاش؟ خاطر فما ازم الرجيك. قلت لنا الحلقه اللي فاتت فما ثلاثه نوع. فوالا فما ازم الرجيك، ازم نون الرجيك، ولازم الافور. فوالا معناها في فما ربو من غير حساسيه، انه جاست جوست هو يزفر صدره. فما ربو مع حساسيه، وفما ربو اليفور، معناها وقت اللي صغير يضحك برشا والا يتكلم برشا، يتكلم برشا، يولي تشدوا الكحه هذيا. داكوغ. اما كلهم عندهم نفس العلاج اللي هو الفشفش، اللي هو الفشفشات. الكريز جست حبيت نقول حاجة. باغ اكزومبل يجيك بيبي أول مرة يجيك مثلا يكح ويزفر، راهو سي امبورتون أول كونسلتاسيون أن نعملوا تصوير على الصدر. علاش؟ باش نحكيو على لي دياغنوستيك كيلفو إليميني، معناها قلنا مش اللي يكح الكل معناتها برونشيت، باش نشوفوا فماشي حاجة وحلت له، وعلاش حاجة خلقية صارت له. تخي بيان. نرجعوا للكريز. دونك جاتنا الكريز، تقول لك دكتوره انا استعملت الدويات اللي عطيتهم لي، واستعملت فشفشات كيما قلت لي بالطريقه اللي قلت لي انت عليها، لكن هو ما تحسنش، ما رقدش لي كامل، متقلق. بيان سور تقول لها جيبو، على خاطر اذا كان انت علمتها كيفاش تستعمل الدواء كوريكتومون. الدواء الصغيرات نستعملوا اك شومبر دينالاسيون، الفشفشه تحطها في وسط شامبر تيوب البلاستيك هذيك طويله، وتعلمها بالكدا كيفاش تستعملها. يلزم تحطها في خشمه بكدا وتقعد تستنى 20 سكوند، تحسب حتى ال 20 وهو يتنفس فيها، وهو يتنفس فيها. مش 10 مش 15 مش 5، خاطر سي تخي بو. تقول لك انا طبقت اللي قلته لي الكل وهو ما تحسنش، تقول لها وقتها يلزمك تجيبه. سورتو اذا زيد تقول لك راهو ما يرضاش، ما حبش يرضى اللي كامل ما رضعليش مثلا، يتنفس درك ويتنفس. فوالا لي سين يعطيناهم مره الاخرى هذوكم هما الغرقه هنية، يتنفس بكرشو، وتقول لك وصغار لكبار شويه تقول لك حتى الكلام ما عادش ينجم يتكلم. فوالا دونك وقتها يفو كونسلتي. دونك لو تريتمون سافا اتر تو تريت ليبيزود هذيك المرضى هذيك، وتزيد تشوف معها التريتمون اللي عطيته احتمال تزيد تقوي في الدوزة. معناها بيان سور لي دوز لازم نذكروا مدام اللي سولون الطبيب شي يعطي حسب العمر وحسب بيان سور. هذاك هو تقول لك دكتوره توا انا استعملت دواء عامين زعما نوقف توا، ولا نعمل تيست بتاع الحساسيه هاو كبر شويه ولدي. خاطر قلنا مره الاخرى التيست بتاع الحساسيه جينيرالمون نعملوه بعد الخمس سنين مش قبل الخمس سنين، ما يعطيش ريزولتا. فوالا خاطر كان عطانا ريزولتا هاكا عاوننا، ما عطاناش بالعكس ما يعاوناش بالكل، خاطر يجم تكون عندنا حساسيه يلزم نعرفوا نقدوها بعد ستة شهور. مثلا اذا كان فريمون عندنا تو لي سيني انه يعطس في الصباح، عنده الكحه في الربيع والا في الخريف، الكحه تاع الصباح هذيك ولا العطسان، لازم نعرفوا اللي تيست الحساسيه يلزمنا نعاودوهم. باهي مدام، علاش ما نعطيوش فكره للاولياء شنو هما الفشفشات هما اصلا؟ الفشفشات هما عندنا نوعين من الفشفشات. احنا كي حكينا مره اخرى على البرونكيوليتي جو قلنا فما التهاب، فما سبازم تسكيره، وفما الميكوز معناها البلغم اللي يتصنع بالزيت. دونك البلغم تفهمنا هي الكيني، خاطر سورتو للرضع، معناها الاطفال يعرفوا يكحوا ويعرفوا يخرجوا وحده. السبازم، السبازم نعطيو تو سكي بيتامين دو ميميتيك، معناها الفونتولين هذيك باش تحل الصدر. والالتهاب المزمن هو نعطيوه الكورتيكويد. لي كورتيكويد هذايا سي ان ميديكامون، الكورتيزون هو مضاد التهاب ماجور، معناها اكثر مضاد التهاب نجمو نستعملوه هما لي كورتيكويد.
لكن لي كورتيكويد هذوما شاربين عندهم برشا مضار ومعروفين. معناها العباد الكل تقول لك ليه دكتوره بربي انا يعطيني دواء بالقطره وينفخ هشاشه العظام ويعمل الضغط ويعمل السكري ويعمل دويت فوالا. دونك هذوما الكورتيكويد عملوهم بالبخاخات بالفشفشات هذوما. دونك لو تريتمون دو فون هو هذوما لي كورتيكويد انالي معناها الفشفشات اكل لونها برتقالي اورانجي والفشفشه الزرقاء هي الفونتولين. به دوغا عندك سؤال؟ شو نقول لك؟ به الاحتمال معناها الصغير يبرا مثلا اذا كان هو ما عملش تريتمون وهو صغير معناها جوست باش نفهموا الاولياء يخافوا برشا من اللي يقول لك ولدي ما عملش فشفشه صغير معناها الريسك لطف اللي هو كي يكبر يقعد به موجود اكثر من اللي صحيح بطبيعه. اوكي سي نو احنا قلنا ديجا اللي ياخذ في تريتمون دو تيغ يتحسنوا. اوكي عندي ان تيغ ثلث ماهوش باش يتحسن و10% نجم نعرفهم انا انه يمرض ديما رغم التريتمون دو فون تاعو رغم لي تيست اللي عملناهم خاطرو اليرجيك فما صغار يجب لكن جينيرالمون معناها اللي داوى بكري وفي الوقت المناسب معناها والديوغي اللي حاجتنا بها الفتره الزمنيه اللي حاجتنا بها جينيرالمون ديما يقول لك والا تقول لك اسمع دكتوره انا مش باش نستعمل خاطر نسمع اللي في فتره البلوغ يتحسن سي فغي فما الشانس هذيا لكن ماذا بيا الشانس هذيا ما تكونش ضئيله معناها ماذا بيا تكون قويه ان احنا نتبعوا الدواء نتاعنا الفتره اللازمه بطبيعه ماذا بيا نعطي نقطه مهمه انه الاطفال هذوما راهو كي يجيك البيدياتر نتاعك ويقول لك يا مدام نحب ناخذ افي نتاع بنومو اليرغو ما فيها باس على خاطر البيدياتر سي فري سي سون ترافاي معناها هذايا تابع طبيب الاطفال لكن زاد كي نمشيو لبنومو اليرغو يزيد يعاوننا وناخذوا رايه فما معناها دي تيست يتعملوا باش نشوفوا الصغار انوما اللي عندهم احتمال اكثر انهم يتعافوا. مدام توا احنا نقولوا هنا حكينا على الفشفشات شنو الحاجه الباهيه فيهم علاش نستعملوهم فانا وعمر والكل فسرناه. توا اوكي عندنا بيبي كونفيرمي اللي هو عنده لاز كيفاش نتعاملوا معاه الصغير هذا في الدار؟ كيفاش نجموا نتعاملوا معاه في ليكول؟ فوالا بون بالنسبه ليكول هما يقول لك في ليكول يقول لك اعطيني فيش شنو هو ولدك ياخذ دويات وتريتمون وكل شيء راهو سا نو كونتر انديك با لو سبور معناها صغير بالعكس معناها ما عنده حتى كونتر انديكاسيون يتصرف عادي جوست ما نعرفوا اون بيريود انه يبدا اون غومي ولا مريض احتمال يستحق الفشفشه الزرقاء نتاعو معاه احتمال هذا يقول اون انفورم الانفيرميري نتاع المكتب محل تمريض نتاع المكتب وكل شيء يتصرفوا معاه. بالنسبه للعائله مهم جدا لي ميزور دي جين لي جين دو في راهي مهمه جدا. قلنا الغبره البخور لي بارفان اير فريش الفيتوكس اي سورتو لو تاباجيم باسيف معناها اللي ولدي هي تكيفوا مع بريير فوالا يفو فير تري اتونسيون. عندك ولدك عنده حساسيه راهو هذيك اكثر حاجه تجم تضره وتجم تخليه ما يتحسنش رغم دويات نعطيهم له الكل. فهمتك به وكيف تجيه مثلا كما كنت تحكي حبيبه كي تجيه الكريز في ليكول كيفاش نجموا نتعاملوا معاه؟ الكريز في ليكول هما عنده الفشفشه الزرقاء هذه واذا نساها مثلا واذا نساها يفو ابلي لي بارون داكوردو و هو سي با تري زيغو معناها علاش؟ على خاطر اذا كان جات الكريز للصغير هذيا ماهيش باش تقلقوا لدرجه انه ما عادش ينجم يتنفس. علاش؟ على خاطر ما نوصلوا للدوغري هذيا الا ما هي ديجا هزته مريض للمكتب وهزته متقلق. بيان سور فما دي زيكسيبسيون باغ اكزومبل ما نعرفش انا يلعبوا صغار حلوا بارفان ولا ما نعرفش انا دخل الكولوار عملوا فيتوكس ولا حاجه سي فغي باش تشدوا اون كان دو تو ايغو نورمالمون لي انفيرميري عندهم لو تريتمون نيسيسير نيسيسير باهي. جوست زوز اسئله صغيرات هما كيما توصيات معناها. نعرف اللي كي نستعملوا الفشفاشه يطلعوا دي زافت في فم الصغار دونك اللي نعرفوا انه يلزم بعد ما نستعملوا الفشفاشه نعطيو ديريكت الصغير يشرب شربه ماء ولا حاجه با فريمون ديريكتومون معناها يلزم نخليوه على الاقل 10 مينوت ومن بعد نعطيو يشرب حاجه باش ما يطلعوش لي زافت باش ما يطلعوش لي زافت. ورايك في توسكي هوميوباتي
والدويات هذوما؟ والله توسكي هوميوباتيك يعاون في كيما قلنا لي ميزور ديجين، لي جين دو في هذيا، انه معناها نبعدوا على حاجات اللي تسبب السبازم اللي هما نعاودوا نذكروهم مثال البارفان معناها لير فريش البخور الغبره داكوردو، وما ننساوش الحيوانات المنزليه كيف كيف معناها فما شكون يحب يربي العصافر، فما شكون يحب يربي القطاطس، هذوما طون كوني اليرجيك ولا طون كوني ازماتيك ميم سي اوني با اليرجيك. ميرسي بوكو مدام وفاء زيادي اسديري، اخصائيه في طب الاطفال. ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نحكيو في موضوع اخر يهم الصغيره ان شاء الله. قبل ما نخرجوا فاصل نرجعوا بعد لدو شيف. ميرسي بوكو فاطمه، ميرسي دكتور على المعلومات القيمه هذه، نورت برشا ربات بيوت امهات الصغار هذوما اللي عندهم مشاكل صحيه، دونك عارف كيفاش تتعاملوا مع صغيراتكم. واسمعوا كلام الدكتوره، انا في الكوجينه دكتور الكوجينه هنا، دونك تسمعوا لابس لابيد ديجا اعطيت الروح يا تيتر هذاك. دونك انتم زاد الساده المشاهدين كوروا معنا باش تاخذوا تيتر. دونك اليوم باش نحضروا مع بعضنا طاجين الغنجة. اش عملت انا؟ خذيت شويه اسكالوب دو داند من عند مليحه، عملت معاه شويه بصل وقليتهم شويه زيت زيتونه، معناها طيبتهم شويه مع زيت زيتونه، فوحتهم شويه كركم ملح فلفل اكحل وشويه تابل وكرويه. كي نحط الملح ما نحطش برشا، نقرا حسابي اللي في طاجين الغنجه نتاعي عندي جبن. دونك طاجين الغنجه فما اللي يعمل فيه جبن فما اللي لا، فما اللي يعمل فيه عظم طايب وعظم ني خلطهم مع بعضهم. انا باش نعمل بطريقه سهله برشا، خذيت الدجاج نتاعي طيبته كيف ما قلت وفوحناه بالكدا بالكدا، تو باش نزيد عليه شويه معدنوس، قصيت معدنوس نتاعي دونك هكا، باش نزيد عليهم جبن مرحي، ناخذ ديما شطر ملح خير، ماخذش مالح برشا، هذوما باش نزيد عليهم تشيشه خبز مرحي هكا، باش يشرب لي كان فما زيت زايد في البيطنجال ولا كان فما شويه ماء زايد نتاع الصوص نتاعي نتاع التختوخ هذاك، دونك الخبز ديما يعدل لي الفارس ما يخليش يتحل. هذايا نخلطوا الكل مع بعضه ونزيد عليهم هنا عظيمات مزيانات من عند مليحه. ديما نقول لكم الكريتير الباهي نتاع الفريشور نتاع العظم كونهم يكونوا شادين ارواحهم، الاصفر شاد شاد روحه ماهوش محلول في الابيض. دونك هكا نخلطوا الطاجين نتاعنا ما يجيش زفر بالعظم نتاع مليحه، دونك هذوما الكل تخلطوا مع بعضهم. ماذا بيا هنا كي نخلط العظم ما نخلطوش بالكدا بالكدا، دونك نخليه هكا باش من بعد يجي مصمصم احنا نقول. دونك نصب الفارس هذايا، انا في القاع نتاع الطبق نتاع الكوشه اش عملت؟ عملت خذيت البيتنجال نتاعنا وهي جراير كليناها، من بعدها سقطرتها من الزيت نتاعها بالكدا بالكدا، نجموا نعملوها على بابيي هذاك لوبسيرفون يشرب لنا الزيت الزايد الكل، ومن بعد نطرحوهم بهالطريقه هذيا في القاع وفي الجنبات نتاع الطبق نتاع الكوشه نتاعنا. دونك هكا توا باش نصب عليهم الفارس بهالطريقه. الفارس ما يكونش جاري برشا، ما يكونش شاد روحه، معناها في الوسط، وابتغي بين ذلك سبيلا. دونك هكا بهالطريقه هذيا تو باش نحط انا اللي تبقى من البيتنجال على الوجه كعيبه بجنب بختها، دونك دوكو يولي البيتنجال هو كيما لونفلوب يغلف الفارس الكل. دونك كعيبه بجنب بختها هكا نغطي الوجه نتاع الطاجين ونحرص اللي كعبات البيتنجال يغصوا بالكدا في الفارس باش يشدهم هكا كعيبه وقتها بطريقه مزيانه. التاش هذه نجم نعطيها حتى للصغيرات يشيخوا على الطاجين هذايا، ومن بعد ياكلوه يبدو عندهم رغبه انهم ياكلوا معاكم الماكله اللي حضروها في الكوجينه، تبدا ما فيهاش دي دونجي عليهم هما كيما السكاكن وكيما النار. دونك ديما ننتبهوا للحكايه هذيا. انا الطاجين بتاعي رصفته ما تبقى الا نحطه في الكوشه، لكن قبل انا خذيت شويه مقرونه من عند ورده جيميلي، هذايا القام نتاع لي غورموند، نحب نقول لكم عليها حاجه اللي كونها متعديه من قالب برونز. القالب البرونز هو اللي يخليها بيضه ويخلي فيها تجويفات كيما القوام المسامي بالعربيه الفصحى، يعني فيها كيما نقوب صيرونات ما نشوفوهمش، هما اللي يشدوا الصوص في وسط المقرونه يخليوها في قلبها من داخل، مش كيما المقرونه العاديه ساعات تاكلها تحس الصوص وحدها والمقرونه وحدها ماسطه في الفم. دونك هذيا في بالي الصوص نتاعي ثرته في المقرونه باش تشربها ورده. دونك هذيا علاش تشد ما تسيب ورده بالحق المقرونه المزيانه جميل اللي هذيا باش نعملها انا بالصوص بيستو، نحطها طيب من توا خليها 7 دقائق ومن بعد نحضر الصوص نتاعي ونحطها في قلبها وهي سخونه، تو نشوفوا كيفاش باش تكون ان شاء الله.
وعربية ايش حضرت لنا؟ أنا سيدي البات بتاعي الغريبة بتاعي أنا حضرتها قبل بنهار، حبيت نقول لكم على خاطر الغريبة يلزمها تبيت باش ترتاح باش تشرب الماتيغ غراس نتاعها. اللي استعملت فيها من أعز المنتوجات كما قلت لكم فارينة وردة، كما قلت لكم الجراماج اللي عطيته لكم تستعملوه مع فارينة وردة يجيكم بالضبط، خاطر فما فارينة تشرب وفارينة ما تشربش وردة، كي تحط معاها الجراماج اللي قلت لكم عليه تجيكم الغريبة نتاعكم مزيانة. خذيت المسوقة نتاعي عملتها بشوية زبدة وعملتها كي دي بودان صغار باش ندورهم فيها، بعديك نقص هكايا. خذيت عظمه ما عندي مليحه البلون اكا هاو باش يكون هاو الكول نتاعي باش يلصق لي الملصوقه. هذيا الفورم الاولى نتاع الغريبه، وعندنا الفورم الثانيه اللي عملت هكايا الغريبه نتاعي. عندي الفورم هذيا نتاع ورده باش ننزل عليها هكايا، ومن بعد نخرجها بالسياسه من القالب تجي زاده مزيانه. انا حبتيت في الغريبه نتاعي شويه بوفريوه مهروشه باش تعطيني الجو نتاع النوازيت، اللي يحب يحط تزيد تبنن له الغريبه نتاعو. عربيه نجم تعاودينا الفورمة الاولانيه باش العباد تشوفها؟ اي الفورمة الاولانيه انا عندي الملصوقه عملتها بالزبده، خذيت شويه غريبه هكايا، عملت دي بودان صغار هكايا، ومن بعد حطيتهم في الملصوقه لفيت هكايا، وخذيت عظمه ما عندي مليحه، خذيت البلون اكا هاهو اللي يكون الكول يلصق لي الملصوقه ولصقتها هكايا ونحطها في الطبيق نتاعي. ومن بعديك باش نعمل شحور خفيف جوست باش ندهن به من الفوق ونلصق به الفخوي سيك اللي باش نظهرهم من الفوق فوق الملصوقه. يعطيك الصحه عربيه، دونك مهم برشا نستعملوا الابيض نتاع العظم هنا باش ما يعطيناش كولوراسيون بارابور كعبه كيما المحنشه، هي تشبه شويه للمحنشه هذه. هي المحنشه بالفيكه هذه بالغريبه. هذه عملناها بالغريبه وفيها شويه نوازيت نو؟ اي حطيت شويه نوازيت باش فوح لنا الغريبه ويدينا الجو. يعطيك الصحه، دونك مليحه على العظم الممتاز، ما خليش الرايحه الزفره في الديسير نتاعكم. مشكوره عربيه، احنا بعد شويه نرجعوا جينا ونشوفوا المقرونه بالبيستو كيفاش باش تكون ان شاء الله. ميرسي بوكو لي شيف، نخرجوا فاصل احنا ونرجعوا.